مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الست أم مريم عايشة بره مصر، عايشة في إنجلترا، وبتقول إنه بيدوا هناك تمويلات للمشروعات والصغيرة، وبتقول إن الزوج متحرج لتكون دي صورة من صور القروض، ولكن دي اللي بيوفرها الحكومة مش بيوفرها أفراد. وهي عايزة تعرف ينفع إن هم يعني ياخدوا هذا التمويل ولا لا. يعني دي مسألة أو حكم معاملة بنكية في بلاد الغرب، وبالتالي بنبتدي نشوف يعني دول مش في ديارنا، في ديار أخرى غربية. ولو كانت الحقيقة الحالة زي ما حضرتك وصفتي بأنه ده تمويل الحكومة هناك بتقرضه أو بتعطيه للمواطنين، فهذا أمر جائز لاختلاف توصيف عمل البنوك. هم وصفوهوش قرض، وصفوه بأنه تمويل. طيب لو كان قرض، لو كانت المسألة بالنسبة ليكم في بلاد الغربة دي أمر ضروري جدا، فإحنا عندنا القاعدة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا مش لاقي حد يديني، والتمويل ده قد ييسر علي أمور كثيرة في إنشاء المشروع ده والقيام به، وبالتالي أنا أكون أكثر استقرارا وأقدر إن أنا أثبت أقدامي أكثر. فالمسألة بالنسبة لكم إذا كان أمرا ضروريا هناخده من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبرضو هنزيد هذه المسألة بدليل آخر عند السادة الأحناف. هم عندهم العقود الفاسدة، هم بيسموها كده العقود الفاسدة، هم يقصدوا بيها العقود اللي هي مش منضبطة بالضوابط الشرعية 100%، اللي بتكون خارج ديار المسلمين. هم عند الأحناف إنها غير ممنوعة، لأنه الإنسان اللي بيقيم في الخارج ده منضبط بالقواعد العامة اللي بتحكم عمل أو سير حياة المواطنين في الخارج، فتقدروا برضو يعني تشوفوا الوضع بتاعكم. أي حالة من الحالات اللي أنا اجتهدت قدر الطاقة إن احنا نظهرها ونبينها ونفصلها لحضراتكم.